أنا بقى اللي عايز أعمل نقد، والنقد ده للصحافة. الصحافة لما تتكالب على حد سواء وزير أو حد مثلا من المسؤولين أخرته وحشة. وياما الصحافة غيرت وزراء ووقعت كيانات كمان. نفسي بقى مرة الصحافة تبني حاجة. يعني المفروض إن الصحافة هي اللي كانت تخلي باقي الناس تقبل على المساهمة، تقبل على التقليد، تقبل على زيادة الأنشطة حتى بتاعت الجائزة دي. يعني احنا النهاردة مثلا بنتكلم على إنتاج الأعمال، ده مش دور المؤسسة. وأنا طول الوقت بقالنا دلوقتي 10 سنين بنقول يا ريت حد ينادي من الصحفيين، حد من رجال الأعمال الكتار اللي بيعملوا أعمال جيدة جدا وبيعملوا أعمال خيرية جدا، بدل ما كل مقالات النقد. لأن لما أنتوا بتنتقدوا رجال الأعمال وتقولوا ما بيعملوش حاجة بالجمع، بأسلوب الجمع، الناس اللي فعلا ما بتعملش حاجة ومش ناوية تعمل حاجة بتحس بالدفء، دفع كده. يبقى احنا كلنا بنتشتم بما فيهم الناس اللي بيعملوا، فيبقى كويس اننا ما بنعملش.